السلام عليكم. السؤال فكرته كثير مهمة، كثير حلو السؤال مش صعب. كي إذا 10 كيلو جرام كولر هاز سلايد اون ذا سموث فيرتيكال رود اند فيلوسيتي في 1 2 البوزيشن اي زاد طوله 0.1 كالكوليت ذا فيلوسيتي في 2. شو حكى لي هون؟ بس انا طبعا لما احل هاي الاسئله كيف بحلها؟ بحلها ما بدي احفظ الطاقه لانه ما عندي فريكشن ولا قوه خارجيه، يعني تي 1 بس في 1 في 1 يعني في اليستيك زد في جرافيتي تساوي تي 2 بس في 2 تي 1 نص ام في 1 تربيع نص ضرب 10 ضرب اللي هي 10 اللي هي 2 تربيع عم تطلع معي 4 25 في 2 نص في 10 في 2 تربيع يعني 5 في 2 تربيع عفش كم هي في 1 إلاستيك بدها تساوي هون في 1 إلاستيك احنا بنعرف انه نص كي اكس تربيع وعندي زون بركين كي اكس تربيع لانه نص كي اكس تربيع زائد نص كي اكس تربيع للزون برك الثاني في اكس عبارة عن الطول المكانه هو هون 0.4 ناقص الطول بالوضع الابتدائي او ناقص الان ستريتش لينك تمام. هون بحكي لي انه طوله الوضع اللي هو الوضع الابتدائي زاد زاد 0.1 الان ستريتش لينك لو بدك تتركه على وضع الراحة يكون عبارة عن 0.4 ناقص 0.1. تحكي لي ليش؟ انا قاعد بدي افهمك اياها. هي طوله بالوضع الابتدائي 0.4 بس هذا ال 0.4 هو انا زايد عليه 0.1 يعني بالاصل هو 0.3. فالوضع دائما الان ستريتش لينث هو 0.3 هو 0.3 بتساوي 0.1 تعوض هون نص في 800 او بتعوض النص في 800 عامل مشترك تحكي 0.1 تربيع زائد 0.1 تربيع يعني كم؟ كي 800 في 0.1 تربيع تمام تطلع معي قيمه. تيجي 1 جرافيتي فرض الديتم هون تالي كم ما في ارتفاع ام جي اتش فبالتالي زيرو. في 2 بلاستيك تساوي كم صار طوله؟ صار طوله هيك صح؟ صار طوله هيك فكم طوله؟ 0.3 تربيع زائد 0.4 تربيع فبالتالي هي 0.5. بالتالي لما اعوض نص كي اكس تربيع بعوض الاكس عباره عن اللي انا شايفه 0.5 ناقص 0.3 الان ستريتش لينث 0.2 بالتالي بعوض 2 تربيع وبخلص بكتبهم ام جي اتش اللي هي في وجرافيتي بتساوي 10 في 9 في سالب 10 في 10 قصدي الكتله في 9.81 تربيع في سالب 0.3 خلص السؤال. شوف الحل هون هلون قول لي نص في 10 في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع تمام اخذت في حال عامل مشترك دلتا تي في 2 ناقص تي 1 في 2 ناقص تي 1 في 2 ناقص في 1 للجرافيتي 2 جرافيتي سالب ام جي اتش هيها هون جرافيتي زيرو ما فيش دلتا في لاي يعني انه في 2 الاستيك ناقص في 1 الاستيك في 2 الاستيك هي 0.2 تربيع 0.1 تربيع زي ما حكيت معناته حلي صح 802 على 2 الكي وهاي الزون بركين نص كي اكس تربيع بس يعني هون ماخذ عوامل مشتركه بتطلع معي السرعه كذا. سؤال كثير مهم بس الاسئله الثانيه اسهل ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه.